نحنا درنا بزاف ديال الوقفات في مدينة الداخلة وفي مدينة العيون، ودرنا وقفات في مدينة قلميم وفي مدينة طنطان وراس ومليل وآسة والزاق والمحبس، ودرنا وقفات في بالتنسيق مع الجالية والإخوة في باريس وفي بروكسل. والآن نحن جينا للرباط لنوصل رسائلنا الواضحة للمركزية، لأننا لم نجد آذانا صاغية للمشاكل اللي نحن نعانوها من قضية الزحف على أراضينا، لنطالب برفع رفع اليد من جانب الأملاك المخزنية والمحافظة العقارية، لأنهم كيشدوا الأرض ديالنا وكيعطوها للأجانب، وهذا مما يؤسف له من بريطانيين وفرنسيين وإسبانيين وغيرهم، وفي الأخير قاع أعطوها لشي واحدين أخرين، نحن قاع لا داعية لذكرهم. ولكن نحن رانا مانا ضد الاستثمار، ولكن نحن باقيين سياسة رابح رابح، وباقيين نكونوا شركاء، نحن نكونوا شركاء مع هذوك الناس، إياك نكونوا كاملين نستفاد، ونحن المالكين الأصليين لهذيك الأرض. هذيك الأرض ما ينسى الواحد على أن آبائنا وأجدادنا ضحوا من أجلها وأسروا واستشهدوا وعذبوا، ولكن لم يثنهم ذلك عن الدفاع عن أرضهم. تموا في الأرض ديالهم وكيدافعوا عن الأرض ديالهم، متشبتين بالأرض ديالهم، حتى أعطوها لنا نحن بكل أمانة. خرجوا قاع من هذوك الأعداي، لا المستعمر الإسباني ولا الهولندي ولا الإنجليزي ولا البرتغالي وغيرهم وغيرهم كثيرة. راهم كاينين السفن دابا ديال هذوك المستعمرين عندنا فم من القرن السابع والقرن الثامن قاع. ولكن احنا بقينا نأكدوا واحد الرسالة، وهي على أننا نحن تبارك الله الداخلة تزخر. أنا قادي دابا نتكلم على الداخلة وادي الذهب، ودائما كنقول هذه لأنها مهمة عندي، لأنها الداخلة جهة غنية وأهلها فقراء، هذه هي الحقيقة. واللي باقي يمشي معايا أنا مستعد نمشي به للديار الفقر المدقع اللي عندنا ونعينه بأم العين. أنا ماني جاي من القمر والله، أنا جاي من وادي الذهب. نقول لكم الداخلة كجهة كبيرة وجهة من أقنى الجهات في المغرب على الإطلاق. شوف عندنا ثروة سمكية وعندنا ثروة حيوانية كبيرة في الجهة من الإبل. نحن ضريك أكبر مخزون من الإبل عندنا نحن في الجهة ديالنا ومن الغنم. أنا نقولها حالا أكثر نسبة من الأغنام والماعز والإبل في جهة الداخلة وادي الذهب. نحن عندنا الذهب عندنا، نحن عندنا السياحة نحن وجهة سياحية كبيرة، ولكن نحن ما كان استفادوا من هذاك الشيء. عندنا واحد البوابة نحن هما بوابة إفريقيا، ولكن نحن كتمشي يوميا 300 شاحنة من الحجم الكبير يوميا كتخرج هذاك المعبر بمبالغ خيالية، ولكن نحن والضر على خزينة الدولة الملايين الدراهم، ولكن نحن هذا الشيء كامل ما عايشينه. الفقر كاين في الداخلة وكاين في العيون وكاين في واد نون، وكلما اتجهت شمالا كلما كانوا ملي الجهات، لأنهم أكثر كثافة، وذا يكون الفقر أشد و و و و و وأكبر على الناس ديال هذوك المناطق. نعم، بالنسبة للاستثمار. بالنسبة للاستثمار، الاستثمار راه نحنا الاستثمار راه قاع منين تجي تشوف هو قاع حسن له قاع يكون، ولكن احنا مانا باقيين نقولوا عبارة الوزير فواحد الخطأ وهي حقيقة. جا قا يقول الاستثمار قال الاستعمار، هو غير استعمار. أنا قاعد نقول لك لأنهم الأجانب كيجوا كيدوا الثروة ديالنا نحنا من الأسماك ومن المخازين ديالنا،
وكيدوا الثروه ديالنا من 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 الفلاحه تنباع في كندا وفي الولايات المتحده وغيرها وغيرها، كيجوا كيهزوا ذاك الشيء ديالنا نحن، ونحن ما نحن والو، نحن غير شوف واشبع بحال الدري الصغير شم والناس يشبعوا. لا، خاصنا نحن نكونوا شركاء ونكونوا نحن المنفعه الاولى، نحن نكونوا نستنفعوا نحن عاد باش الى شاط شي حاجه. نحن رانا ملي ما نكرهين الخير للجميع، ولكن نحن كساكنه اصليه وقادي ملي ناكد على واحد القضيه هنايا مهمه. شوف المسيره، نحن ما جيناش مع المسيره، نحن ما مشيناش للجهه الاخرى، نحن بقينا في الارض. ما يمكن نحن نعاملوا بهاي المعامله السيئه المهينه. راه قال الامام علي كرم الله وجهه: لو كان الفقر رجلا لقتلته. حنا دابا رانا كنعانوا الفقر في هذيك المناطق. ما نكذبوا عليكم، كيقول لك نحن في بحبوحه، كيكذبوا عليكم، حنا مالنا في بحبوحه. ولا ادل على ذلك، انا ما غادي نتكلم لكم في الماضي السحيق والتاريخ وذا، وغير دابا 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 اراها الوقفات دابا على الصيد. هاوك اصحاب القوارب المعيشيه دابا واقفين، اراهم ساكن فيهم وحدين مضربين عن الطعام ومتكرفسين ومهيونين، ونحن الثروه كيدوها لنا هذوك اصحاب الصيد الساحلي وعالي البحار، اللي المواطن البسيط كاع ما هو عايشهم وما هو عايش معاهم ولا وباي ما عنده مردوديه على المواطن البسيط. شوف نحن دابا عندنا العقار في الداخله وانقص بنسبه 50% بهذا الشيء ديال فين قطعوا هالشيء ديال الصيد التقليدي، اراه كل شيء طاح والمعيشه ولات مكرفصه وبنادم مكرفص، وفي الاخير الناس هجمت على الديور، ما عندهاش باش تخلص الكرة، ما عندهاش دابا هجموا على الديار هذوك ديال الجهه اللي بانيه الجهه، هجموا عليهم الساكنه لانهم ما عندهم باش يخلصوا الكرة. ما عند هذه ماشي هي البحبوحه، واش واحد كيهجم على الديار ديال الدوله تقول انت عايش في بحبوحه؟ واش واحد كيضرب عن الطعام حتى الموت؟ واش هذه بحبوحه؟ راه هناك تساؤلات، هناك علامات استفهام، وكاينين وحدين راهم قاعد يمشوا بنا الى الهاويه، واحد اللوبيات اذا لم نتصدى لهم جميعا سيمشون بنا الى الهاويه. هاي هي الحقيقه الصادمه. ولكن قال لك ان صديقك من صدقك، لا من صدقك، ماشي يقول لك والله هذوك اللي كيكتبوا لنا الرسائل راه كل شيء مزيان، كل شيء مبرع، كل شيء، راه ما كاين لا مبرع هو والعائله ديالو والناس ديالو. اييه هذوك مبرعين وكيمشوا لباريس وشارين الممتلكات في لاس بالما وشارينها في مدريد وكلها عنده باسابور احمر، ومنين يقول هذا يقول لك الله يعاونكم صافي يلا شد انت في الريح. هذا عبد الله مكي لا يتكلم معاكم ولا يوجه لكم ذي الرساله اللي يلا تتبلع، لانها رساله حقوقيه في ارضنا ونطلبوا الا ارضنا ونطلبوا عرضنا. والله ينصر القانة اللي اعطت لنا الفرصه، رانا الله ينصرها ان شاء الله، لانها كانت حق ونطلبوا فيها حقنا. الله يجازيها عنا خير. تكلم لنا على هذا المشكل ديال التراب. نتكلم على المشكل، احنا التراب اصلا نعرفوها وعينا عليها، ماتوا عليها سلافنا وسلافهم، ولا بقى حد ما دافع عليها ومات من اجلها، واحنا خلاونا واينا فوقها ونعرفوها كامل حجرة وصدرة ولا فايتنا من هالشي. والتراب مرثينها نواينا وكانوا حافظين عليها وماتوا من اجلها، ضريك كل صدرة وكل حجرة تحتها شهيد من في سبيل الله من ذا الوطن، من اجل ذا الوطن، فهمتني؟ ولا خلاونا فيها غلط، ماتوا عليها واحنا ما نقدوا نخلوا ذاك اللي استشهد من اجلها يوقد حقنا فيها، حقنا فيها طالبينه وعرضنا وكرامتنا، فهمتني؟ وذا هو اللي نطلبه. وجينا هون للرباط بلد الحل والربط، هذا رايك الرباط منين جيناه؟ طالبين حقوقنا الكامله وعارفين عنا قد ونجبروها ومجينها للدمائر الحيه اللي ماشيه معها الحق وتطلب عليها الحق، فهمت؟ وذا هو اللي زين عندنا، زين عندنا ألا نجبر حقوقنا الكاملة فرضنا. وين الرسالة من وجودكم هون؟ الرسالة وجودنا، جينا نبلغوا رسالتنا للدمائر الحية كلها
أهل الحق والناس الفضلاء اللي يمشوا من أجل الحق. الحل اللي اقترحوا من الدولة عنا احنا الأرض ما نقدروا نفتصلوا معاها مخلينها لها لوايد وعنا نموتوا عليها ونحياوا عليها وهي كرامتنا وهي درجتنا. فهمت؟ ولا نبغوا حد يساومنا فيها. يعطونا حقوقنا المشروعة كمثل الناس كاملة اللي عندها أرضها وعندها حقها فرضها الصادر من هذاك اللي تجبر وتجبر فيها ذا راحته وإحنا ما نصيبوا على الهواء ولا نصيبوا على الراحة فيها. هي روحنا، هي الروح الوحيدة اللي نمشوا فيها ما نصيبوا عنها إلى قدر ما قدروا نصيبوا على أرضنا. هي اللي نجبروا فيها الهواء الطلق وهي اللي نحياوا فيها وهي نفلحوا فيها نديروا فيها الزرع ونديروا فيها القمح والحالات الطبيعية اللي نعرفها أصلا قديما. وهذا هو المطلوب. فهمت؟ أصالتنا وطبيعتنا وأخلاقنا أصلا متربية بذيك البيئة الطيبة اللي هواها طلق ولا نقدر نصيبوا عنها حد قبضها عنا راهو قبض أرواحنا. فهمت؟ ويسازيك وكافيك ورانا بلغي رسالتنا ونبلغي لها لكل الناس اللي الضمائر الحية اللي تبغي الحق على تسمع له وتواطى معانا فيه باش تعود عينتنا على حقنا اللي نطلبه. ولا ضع حق وراه مطالب ويجزيك عنا خير ويكافيك.